أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هنكون معكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة علشان نرد عليكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لكن عندنا قبل ما نتكلم على الحلقة عيد تحرير سيناء، كل سنة ومصر وقواتنا المسلحة والشرطة والقائد والزعيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عزة ونصر وتأييد من الله سبحانه وتعالى. سيناء، من هي سيناء؟ سيناء التي تحدث عنها رب العزة صريحة في القرآن قائلا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. من هي سيناء؟ سيناء التي قال عنها رب العزة في قرآنه لنبيه موسى: إنك بالوادي المقدس طوى. سيناء، من هي سيناء؟ سيناء التي تجلى فيها رب العزة وكلم نبيه وحبيبه موسى من على جبل الطور، وكلم الله موسى تكليما. سيناء الحبيبة، سيناء الأرض المقدسة، سيناء التي تجلى فيها رب العزة وكلم الله موسى تكليما. سيناء، كل عام ونحن بخير وسعادة، تحيا مصر، تحيا مصر. ثم نتحدث عن ليلة النصف من شعبان اللي هي بقى عليها يومين ثلاثة، ليلة النصف من شعبان التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، ليلة النصف من شعبان اللي ربنا بينظر لنا فيها عشان يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن نكون منهم. أفضل لشهر شعبان اللي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولنا لما أشوف نداوم على الصلاة، نداوم على الطاعة، نداوم على الذكر، نداوم على كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. معنا الأستاذة شهندة من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طيب وكل مصر بألف خير يا رب. يا رب دايما بالخير. الله يخليك. أنا ليه حلمين بعد إذن حضرتك. الحلم تفضلي. لوالدتي حلمت إننا واقفين في مكان في شارع وفي سور، في سور كده يعني إحنا واقفين وراه. السور ده فيه معانا زي قطتين صغيرة، فيه قطة صغيرة واقفة معانا. الصف اللي قدامي فيه كلبين ماشيين وجات عربية دست عليهم وماتوا، والعربية دي مشيت. تمام؟ ده أول حلم. الحلم التاني حلمته برضو، أنا كنت كلمت حضرتك من فترة وقلت لحضرتك، بس أنا بصراحة ما سمعتش التفسير، معلش أنا آسفة أقول لحضرتك يعني مختصر. اتفضلي اتفضلي. حلمت إني كنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس بصراحة أنا مش عارفة لسنين. وقمت وأنا بقولها يعني، حتى قمت برددها وأنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. تبين. أنا مش عارفة، بس كده. تبين. تبين. ما أشوف إن أنا في الشارع، ماشي في الشارع، في صور أنا بقف عليه، المشي في الشارع في طرقات المدينة، ربنا قال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور، وإليه النشور. والصور، الصور ده هو الساتر، وربنا لما ذكر الصور قال فضرب بينهم بسور له باب. طيب يبقى ده عصمة ليا من ربنا. وبعض الكلاب اللي السيارة داست عليهم، وإما أشوف الكلب الأسود شيطان يقتل، لكن هناك من الكلاب من الحراسة ما ذكرها الله في القرآن، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يبقى في هناك ما ذكروا الخالق سبحانه وتعالى الحراسة، وفي هناك اللي هو قتل ومات. طيب والسيارة اللي ربنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، مثل الطائرة والسيارة والقطار وما شابه كل المواصلات اللي احنا بنركبها. طيب لتركبوها وزينة، إذن زينة حفظها الله لي، لكن نوصيكي بالتحصين صباحا ومساء، ومضيفة إلى قراءة سورة الضحى سبع مرات صباحا وسبع مرات بعد العصر، والله أعلى وأعلم. لكن عندما أقوم وأنا أقرأ وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، دو النصر لي من ربنا وتأييد. عندنا دليل؟ أيوة عندنا دليل.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله أعلى وأعلم. أم علي من الجيزة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا في رؤيتين عايز أقول لحضرتك عليهم. تفضلي يا فندم. الرؤية الأولى إن أنا في مشاكل بيني وبين جوزي فأحلمت إن أنا جه البيت أو أنا هو في مكان فاضي كده فالمهم كنت لابسة خاتم هو المفروض الخاتم ده بتاع خطيب اللي هو عاوز يتجوزها فالمهم الخاتم ده أنا شفته فعلا في الحقيقة ومعايا فالمهم فجيت أنا بقول له بص كده وهو قاعد كده مديني ظهره فراح الخاتم وقع من إصبعي مش عارفة إزاي في الأرض قعدت أدور عليه ما لقيتوش خالص جيت بقى قومته هو كده من على سرير من على كنبة مش فاكرة إيه بالظبط المهم ما لقيتوش خالص كده كأنه اختفى فببص كده تحتيه بقول لي أنت بتدور على إيه فهو بيقول لي انت بتدور على ايه ببص كده على السرير او الكنبه اللي تحتيه لقيت مفتاحين واحد صغير شويه وواحد كبير قلت له انا بدور على دول رحت واخداهم في ايدي ورحت بقى قلت له بس كده خلاص وراح خلص الحلم. انت عندك اولاد منه؟ لا. طيب تابعين. بس انا معايا 3 اولاد من جوزي الاولاني. تابعين. الحلم الرؤيه الثانيه الرؤيه الثانيه بقى انا كنت واقفه على باب الشقه ببص بين واحد جيراني او حد خبط عليا فجيت افتح الباب بعديها الحلم ده بيوم واحد بس او بيومين فلقيت واحد بقى واقف كده راح دافع عليا الباب وماسك سيجاره كده في ايده وانا قعدت اصوت راح ماسك السيجاره وقعد يطفيها كده في جسمي يعني في ايدي في دراعي المهم طفاها في جسمي كده وانا قعدت اصوت واقول له ليه كده انت مين قال لي انت مالكمش عندنا حق ومش هتاخدي اي حق مننا فقلت له لا انا مش هسيب حقي ورحت بقى ايه ورحت وقعد بقى يطفي في السيجاره دي بس ما عرفتش ايه. تابعيني يا فندم. شكرا. اتفضلي. بتقول ان في مشاكل بينها وبين زوجها كان المكان فاضي وفي خاتم ذهب والخاتم ده وقع من جيبي وبعدين جوزي على السرير. طيب خاتم الذهب ده اما ربنا يقول زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا. لما افقد من متاع الحياه الدنيا دون شيء مثلا فقدته من متع الحياه الدنيا وبعد كده اشوف زوجي نايم على السرير في نفس الاوضه طيب ده ربنا قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار وبعدين ربنا قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه الأمن دون والغرفة اللي أنا فيها ربنا قال وهم في الغرفات آمنون لكن في مفتاحين أنا خدتهم أنا نفسي في دعوة أدعيها بإخلاص ربنا قال وعنده مفاتح الغيب ربنا ففتحنا أبواب السماء وربنا قال على المفتاح دون ده فتح طب أنا عايز الفتح يكون صغير أو كبير زي ما أنا شفت المفاتيح يتم إزاي أكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله همك ويقضي دينك وفي رواية يقضي أمرك أنت عايز ربنا يكفيك همك عايز ربنا يقضي أمرك أعمل إيه هأكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما تقدري إن أنا هعمل كده على قد ما أنا هقدر هتقرب إلى الله بالطاعة أقسم بذات الله لو أكثرت من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيديك كل متع الحياة اللي انت بتتمنيها في طاعة عشان ما يطلعناش واحد يقول لك كل متع الحياة في طاعة والله أعلى وأعلم. أستاذ محمد من اسكندرية تفضل. أيوة فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك كنت من قيمة يومين كده شفت منام ربنا بعد صلاة الفجر. تفضل. بعد ما صليت الفجر شفت تعبان قاعد على كرسي العربيه كده وانا بفتح الباب لقيت تعبان اصفر كده نايم قاعد على كرسي العربيه. قمت جيت ايه بهشناه كده كان ماشي ودخل في الطابلون العربيه وبعد كده صحيت لكن مش اذاك؟ لا ما اذانيش لا هو ساعه ما جيت افتح الباب وشافني طب ماشي ودخل في الطابلون العربيه. طيب طبيعه عملك ايه شغال ايه؟ انا شغال مشرف في المولى العربي.
ما شفنا الجريمة. مشرف ماشي تابعني يا فندم. تفضل. لما اشوف ان انا ولسه بنتكلم عن السياره اللي ربنا قال لي تركبوها وزينه. طيب هنركبها وزينه، ده ادراك منافع وحسد في الزينه بتاعتي. حسد، نقول للاستاذ المحترم اللي كان معانا، والثعبان ده عدو، لان ربنا قال فلما راها تهتز كانها جان. طيب وربنا لما ذكر في القران قال قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللي كانت لابليس والحيه وسيدنا ادم وستنا حواء. طيب انا عايز ربنا يكفيني الحاجات دي يا استاذ يا محترم. انا فيها ايه؟ انا لما اصحى الصبح قبل ما تنزل من شغلك هتصلي ركعتين بنيه ان ربنا يبعد عني مخرج السوء، وانا خارج هصليهم كده، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين عند دخولك المنزل تمنعانك مدخل السوء، وركعتين عند خروجك من المنزل تمنعانك مخرج السوء. سلس وبسيط الدين بتاعنا والسنة النبوية المطهرة هنتمسك بيها. مش يجرى حاجة ما تجيب سبحة بعشرة جنيه وتصلي على سيدنا النبي طولة ما انت ماشي، وتذكر ربنا لا يزال لسانك رطب بذكر الله، وحافظ على أذكار الصباح والمساء عشان ربنا يكفيك شر كل حاقد وحاسد من الإنس والجن، والله أعلى وأعلم. أم يحيى من سوهاج اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت معي رؤية بالله عليك لك فسرها لي، فسرها لي جزء جزء يا شيخ موسى لو سمحت. حاضر يا فندم تحت أمر. والله. اتفضلي يا فندم. بنت أختي لو سمحت حلمتني إني بتقول لي. سامعك يا فندم. بتقول لي إني أمي خدت لك بطارق. ماشي. بتقول لي أمي خدت لك بطارق. معاك تفضلي. قلت لها قبل ما تكملي الطار في الحلم واحد، قالت لي طب أنت لسه ما شفتيش الرؤية. ما كملتش الحلم. رحت قلت لها، راحت قالت لي ده أنا حلمت لك أمي خدت بطارق. اللي هي أختك؟ اللي هي اختي. طيب تمام. ودي بنت اختي اللي حلمت لي. ماشي اتفضلي. بتقول لي ده امي راحت خدت بطارق وبتقول اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض علي. اللهم امين يا رب. طيب خلصتي؟ لا ما خلصتش. طيب كملي. وبعد كده بتقول لي من كتر شجاعه امي وخدت لك بطارق من الراجل ده راح يهرب من على السطوح، راح اتضربت بالنار بالمسدس يعني. بس يا مولانا بعد كده بتقول لي كانت خافضه فوق وانا معاها يعني، راحت النطره نطرت مطره شديد. والعيش راحت قلبت وكده عشان المطره ما تاثرش عليه يعني. اتفضلي يا فندم. تابعين. بس يا فضيله الشيخ. اتفضلي. لما اشوف الرؤيه ان اختي اخذت بطاري، وهنقول الاخت ايه والاخ ايه. أخذت بطاري وبتقول إن هي ضربت بالنار اللي بيتكلم عليا، وبعد كده السماء مطرت. الأخ في الرؤية إن أنا محتاج حد يعيني. الأخ في الرؤية حد يعيني، لأن زي ما ربنا قال في القرآن هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى الأخ إن أنا بحتاج حد يعيني. طيب الأخت بحتاج حد يراعيني كده ويخاف عليا، لأن الله قال وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. محنة. طيب وأنا قلت بتدعي اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويهم العرض، اللهم آمين. ودعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والحاجة الوحيدة اللي ربنا ما أكلم حبيبه سيدنا النبي قال له يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس، إنما وإذا سألك عبادي عني فإني، ولم يقل فقل، فإني ربنا قريب مني ادعوني أستجب لكم، هي استجابة دعوة. وضرب بالنار
ان في حد بيتكلم عليا برضو وربنا نصرني. والذين يرمون المؤمنات والذين يرمون ازواجهم اللي هو بيتكلم عليا يبقى ربنا نصرني. طب والمطر اللي نزلت؟ ربنا قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وقال وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، رزق وسعاده في طاعه الله ورسوله، والله اعلى واعلم. استاذة سلوى من اسكندريه تفضلي. ايوه عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله عنك. ايوه فندم معاك استاذة سلوى. طيب حاولي تتصلي بينا تاني. استاذة ام يارا من الجيزة تفضلي معاك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كان عندي تفكير، عندي فيلم كنت محتاجة تفكيره. تحت امرك تفضلي فندم. انا اولا انا متجوزة وعندي ولدين وبنت. ربنا يبارك ربنا يبارك فيهم يا فندم. الله يسلمك. انا حلمت ان انا وجوزي وبنتي كنا هنمشي في طريق. بس انا الطريق دوت كنا انا وبنتي وجوزي هنمشي في طريق. بس الطريق دوت انا شفته وحش، ظلمه وكله شجر على الجناب كده، شجر كله مكسر شكله وحش. بس جوزي وبنتي مشوا فيه. وبعد ما مشوا بشويه طلع من وسط الشجر دوت كلاب كتير قعدت تجري وراهم وتخوفهم. بس هم ما رجعوش. جوزك شغال ايه؟ شغال نجار. طيب انت قريبه منه مش كده؟ اه. بيصلي؟ لا. خليكي معايا الهوا. ما بيصليش؟ لا. والبنت اللي عندك عندها كام سنه؟ صغيره في ثالثه ابتدائي. طيب انت بتكوني حريصه ان تخليها تصلي معاكي؟ لا بصراحه. طب خليكي يا سعيد بتيجي خليكي معايا على الهوا، خليكي معايا على الهوا. عارفه المشي في الظلام دون؟ ايوه. ربنا بيقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. بنقول لحضرتك ان انت توصي وتنبهي على زوجك ان هو يحافظ على طاعه ربنا علشان تشوفيه ماشي في النور، لان النور نور الهدايه والظلام ده يبقى انا بعيد عن ربنا. وانا بقول لك كده على الهوى علشان دي رساله بنأديها، مش ينفع ان احنا نجامل ولا ننافق. بنقول لك لازم جوزك وبنتك وانت كمان تحافظ على طاعه ربنا، والله اعلى واعلم. معانا مين؟ استاذه هدى من القاهره تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شفت ان انا في المنام، يعني شفت ان انا كأن ربنا اعلمني ان انا وفاتي هتكون 56. كأنك ايه؟ ربنا علمك ايه؟ ان وفاتي يعني كأني علمت من ربنا سبحانه وتعالى. او قلت يا في قلبي انني ساتوفى في الساعه 56. الساعه 56. وقلت انا لازم يا دوب الحق استعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى. فاستعدت ووقفت امام ساعه حائط، وكنت شايفه عقرب الدقايق بيشير الى العشرة. وكأن دي ساعتي، يعني كأنها الساعة وواقفه قدامها ومستعدة. طيب خليكي معايا تقفليش. استاذة هدى، استاذة هدى اتفضل انا مع حضرتك. سمع حضرتك. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، وده بيدل على حسن حالك عند ربنا. ده بيدل على حسن حالك فين؟ عند ربنا. لان ما فيش حد يعلم ميعاد الساعه غير مين؟ غير ربنا سبحانه وتعالى. طب انا لما استعد ليها هستعد بالطاعه؟ هستعد بالحسنات اللي انا هعملها؟ هستعد ان انا بالرصيد اللي انا هحطه؟ انا كل واحد اننا حريص ان هو يحط في البنك على قد ما يقدر، ان هو عشان خاطر قال يأمن مستقبله ومستقبل اولاده. طب البنك بقى اللي مدخر لك عند ربك، بنك الطاعة، بنك الحسنات، البنك اللي ربنا قال فيه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. أكثر من الصلاة على الحبيب محمد. لكن هذه الرؤية تدل على حسن حالك عند ربك. لكن لا يعلم الغيب بالموت ولا بالحياة غير ربنا، في خمس حاجات ربنا استأثر بهم لنفسه.
ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت والله اعلى واعلم. استاذ جمال من القاهره اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يعني هو في مشكله بيني وبين المنام وهي بتقول لي اتجوز تمام؟ وانا معايا خمس ولاد. معايا بتاعه فنادق ومعايا ثالثه اعدادي. يا رب يبارك يا رب. وثلاث سنين. فانا بعملها كويس جدا مفيش اي مشاكل وهي رافضه ان يبقى في بيني وبينها اي حياه تقول لي لا انا عايز اي حاجه اتجوز. فانا طبعا عشان الاولاد مش قادر ان انا اعمل دي. مش عارف. دي في الرؤية ولا دي حقيقة؟ لا دي حقيقة. طيب حقيقة تتواصل مع برنامج المسلمون يتساءلون. اتفضل يا فندم. معانا مين؟ أستاذة سلوى من اسكندرية اتفضلي. أيوة أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك لو سمحنا أنا حلمت ثلاث أحلام تمام؟ اتفضلي يا فندم. أول حلم حلمت في اللي أنا عملت شغل الناس ورحت عشان اوديه لهم بس ايه الشغل ده ما اعرفش. تمام وفي اتنين قاعدين بنات تمام فهم بيشوفوا الشغل واحده عاجبها وواحده لا. فواحده راحت قالت لها انا حديها جنيه راحت الثانيه قالت لها لا خدت منها الجنيه وراحت مدياني جنيه ونص. عندي كام سنه يا استاذه سلوى؟ انا عندي 20 سنه. طيب تابعيني يا استاذه سلوى. ما اشوف الشغل وانا سالتها عن الشغل ليه وسالتها يعني برضه وكان حد من المشاهدين يقول لي مثلا ليه موسى بيسالها عندك كام سنه متجوزه ولا لا ان الشغل ده وان شفت ربنا قال ايه عن الشغل ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم ربنا يديكي الزوج الصالح يا رب. طب والبنات ربنا قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور عطاء تاخديه ان شاء الله وستر ليكي وزوج صالح والله اعلى واعلم. استاذ ايمن من المنوفيه اتفضلي. اهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت انا بنت عمي حلمت ان اخوها ده كان لسه ميت ما بقالوش يعني 40 يوم. اخوك متوفي فعلا؟ لا اخوها هي ابن عمي متوفي فعلا ولا ها؟ اه. طب اتفضلي. وهو قابلها وهي شافته وهو شايل قفص عيش كبير وعيش ده حلو قوي وانا عماله ابعدها عنه وهي عماله تقول لي ده اخويا وانا عماله ابعدها عنه واقول لها لا مش اخوك. فانا مش عارفه ايه تفسير. وهو العيش ده كان واخده؟ ايوه. طيب تابعيني. ما يشوف الميت اخذ من الرزق وبعض الناس يقول لك العيش ده مشكله يمكن انا كنت لسه بتكلم مع الاستاذ احمد نزيه وهو جايين في السكه بيقول لي العيش ده مشكله. قلت له مين اللي قال كده؟ قال لي انا شفتها على النت. نحن نرد بقى هنا ونقول العيش ده اللي بيقول العيش مشكله للميت فلينظر الانسان الى طعامه. الطعام ده تعدي ازاي؟ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. الحب اللي احنا بنعمل منه الغلة والذرة اللي بتعمل منه العيش فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. المتاع للحي إدراك رزق وللميت سعادته في الآخرة سعادته في الآخرة وإن شاء الله استبشاره بالجنة والله أعلى وأعلم. أستاذة هبة من اسكندرية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. بستأذنك بس أنا ليا ثلاث أحلام. تحت أمرك. الأمر لله. بص حضرتك في الأول أنا كل أحلامي بتتحقق سواء وحشة أو حلوة. يا رب بالخير يا رب وكل حاجة تبقى كويسة اتفضلي. الله يخليك. فالوحش أكتر طبعًا معايا فبيتحقق فده بيأذيني كتير في حياتي. لا اتفضلي اتفضلي. أول حلم حلمت إن الخاتم الذهب اللي في إيدي اتكسر لثلاث قطع.
فانا حاولت ان انا المه واصلحه ولبسته فيه. ممكن توطي التلفزيون شويه؟ انا موطيه خالص والله. طيب اتفضلي. فحاولت ان انا اجمع الخاتم تاني والبسه في ايديا، بس كان في جزء منه ضايع برده مش موجود. طيب اتفضلي. تاني حلم، حلمت ان بقيت الخاتم ضاع مني خالص. ده كان الحلم التاني. التالت حلمت برضو ان سوري يعني في اللفظ، ان الشبشب بتاعي ضاع، وبعدين لبست لقيت شبشب تاني شكله حلو بس ما كانش عاجبني قوي، فاخدته ولبسته بس. اتفضل يا فندم. تابعي الحذاء، او زي ما قالت الشبشب ده رؤية هي بتقولها يعني، والخاتم ده نوع من الزينة اللي انا بلبسه في اعزكم الله في رجلي، النوع اللي انا بلبسه برضو اللي انا بتجمل بيه كده، ده نوع من الزينة برضو الهدوم. والزينة لما اشوف ان انا بلبس حاجة قديمة يبقى انا يعني ان شاء الله ربنا يوسع رزقي، اللهم امين. والخاتم اللي هو ربنا قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ده لسه قايلين الآية قبل كده، ذلك متاع الحياة الإيه؟ الدنيا. طيب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب المتاع بتاعي اللي انا في الدنيا ان انا اتكسر او حصل فيه بعض الخلل، والشبشب برضو اللي هو الزينه ان انا اخدت قديم. طب انا عايز العطاء ربنا يوسعها عليا، متاع الحياه الدنيا هاخده، هاكسر من الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يكفيك الله همك ويقضي امرك، هتكسر من الصلاه على سيدنا النبي، هتستغفري ربنا يا استاذه كل يوم على قد ما اقدر لو 100 مره، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن هناك بعض الحسد لا يزول عنك إلا بأخذ 7 تمرات عجوة كل يوم، حاخد 7 تمرات من البلح السيوي اللي الناس كلها بتلاقيه متواجد عند الكل، متواجد عند البقال. من تصبح ب7 تمرات لم يضره سم ولا سحر، احرصي على ذلك. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين معاكم تفسير رؤاكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون، اللهم آمين. معنا مين؟ أستاذ أحمد من دهلية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا احنا بنتشرف ان احنا نشوفك دايما والله. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي، اتفضل. هو انا كان عندي رؤية بس هي زوجتي ام افنان، فكنت عايز اقولها يعني. اتفضل يا فندم، اتفضل. هي شافت انها قدام مطعم سمك، فالراجل صاحب المطعم ده اداها لفة سمك كبيرة مشوية، سمك بلطي. فخدت اللفه كمان وكان في سمك على الشوايه، قال لها استني، وقعد يحط لها السمك الثاني اللي على الشوايه على الطبق اللي هي واخداه اللي مليان سمك ده. وانا تقريبا شفت رؤيه شبيهه لنفس الرؤيه دي، فكنت عايز اعرف تفسير رؤيه السمك المشوي. تابعني يا فندم. ماشي تابعني، اتفضل. ماشي يا فندم، شكرا يا فندم. اتفضل. لما نشوف السمك، وقال زوجته ست ام افنان دي شافت ان هي في مطعم تاخد سمك البلطي سمك مشوي، ده رزق سريع، رزق سريع تاخده، لان الاكل اللي وعدت يبقى محتاج ان انا هاكله على طول. انما لو سمك تاني ممكن ان انا احطه في التلاجة يبقى رزق هدخره، يبقى ده رزق هاخده. طيب رزق وستر، رزق وستر. عندنا دليل؟ ايوه عندنا دليل، ربنا اللي بيتكلم هنا. ومن كل
تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها لحم الطري ده ونرزق أنا هاخده ويكون في ستر كمان. وذكرنا قبل كده لما سيدنا موسى قال لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الغداء اللي أنا واخده كان الحوت اللي هو كان حاطه في اللي معاه وحياكلوه، يبقى ده كان رزق. وأعظم رزق إن أنا أكل اللحم الطري اللي ربنا قال ومن كل تأكلون لحما طريا. وأستاذ أحمد يشوف نفس الرؤية أو يشوف إن هو سمك، ده رزق ياخدوه مستعجل إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. أستاذ محمد من الجيزة اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا بس أنا عندي يعني حلم وكنت عايز حضرتك تفسره. تحت أمرك تحت أمرك، اتفضل يا فندم. الله يخليك. أنا حلمت إن أنا كنت في محل كزارة، وكان اللي واقف على تقطيع اللحمة كان شيف معروف يعني. شيف؟ آه شيف معروف بيجي في التلفزيون يعني. شيف ولا ها؟ شيف شيف شيف. اتفضل اتفضل. فقطع قطع قطع اللحمة، وأنا زوجتي أصلا كانت بتحب أكله جدا يعني. وكان نفسها إن هي تاكل من إيديه حاجة. وهو بيقطع اللحمة أنا ما كنتش مصدق إن هو بيقطع لي لحمة يعني وكده، وهو كان مبسوط وأنا كنت مبسوط جدا. اتفضل ماشي اتفضل. فقطع لي اللحمة وطلبت منه، قلت له إن زوجتي بتحب أكل حضرتك جدا، فعمل لي طاجن وقال لي اتفضل. فشكرته وكنت. الطاجن ده كان لحم مستوي طبعا مش كده؟ لحم ايه؟ الطاجن ده كان مستوي اكل يعني. اتفضل كمل كمل. قدمه لي جاهز يعني. طيب اتفضل اتفضل. ده كان الحلم الاولاني. طيب اتفضل. الحلم الثاني برضو انا حلمت اني كنت في محل حلويات وكنت جعان جدا برضو. ودخلت محل الحلويات دوت وكان فيه دونات وحاجات شكلها جميل يعني وكده. فخدت يعني خدت يعني كانت الحاجات اللي موجوده كان شكلها حلو وكانت زي طاسه كده. فعمل لي علبه وقال لي اتفضل. وكنت والحاجه كانت ريحتها جميله وكده. اتفضل يا فندم. ده الحلم الثاني لي. طب تابعني. ما شوف. تابعني اتفضل. وزوجتي برضو حلمت يا فندم ان هي كانت جعانه جدا، فكانت في مخبز واداها عيش اللي هو العيش الكبير دوت. واللي هو العيش كان شكله جميل وكانت ريحته فواحه جدا وكان طعمه حلو العيش الكبير دوت. اتفضل يا فندم تابعني. لما اشوف ان انا باكل من اللحم ربنا يقول وامددناهم بفاكهة ولحم، وقال برضو ولحم طير ده نوع، وانما اللحم اللي هو بيتكلم عليه ان جزار. شوف بقى قمة الكرم لما ربنا يقول فرغ الى اهله فجاء بعجل حنيز، مرة عجل حنيز ومرة عجل مشوي. ده الرزق اللي ضرب بسيدنا ابراهيم المثل ان كان لما يرجي له ضيف يذبح عجل على طول. ده الكرم. ولذلك قال الكريم قريب من الله قريب من الجنة بعيد عن النار. وربنا لما خلق الجنة قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل قط. فالكرم ده صفة من صفات الله الكريم، والكريم لا يقع، وإذا وقع وجد متكأ. والكرم لما يشوف إن هو بياخد من اللحم دون يبقى بياخد من الرزق، وبعدين يشوف حلويات برضه بياخد برضه رزق، ومراته تشوف عيش كمان اللي هو ربنا قال وانا لسه ذاكرها في اول الحلقه فلينظر الانسان الى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا الى ان وصل متاعا لكم ولانعامكم. طب انا هاخد من الرزق. وربنا قال كلوا مما في الارض حلالا طيبا وكلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا من طيبات ما كسبتم. يبقى هنا رزق انت هتاخده ورزق ربنا هيكتبه لك وهيكون في ستر ليك ولاهل بيتك، والله اعلى واعلم. ام محمد من سوهاج اتفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ معي ثلاث رؤيات. تفضلي معاك تفضلي. وطي التلفزيون شوية يا أم محمد. وطي التلفزيون فين كده. لو سمحت حلمت والدي قاعد في مكان اللهم صل على النبي كله نخل بسوى واحد. والدك متوفي؟
الحمد لله. رحمة الله عليه، تفضلي. رحمة الله عليه. بس بعد كده لقيت ورانا جيلة كثيرة قوي قوي، النخل ده ملوش حدود لا من ناحية اليمين ولا الشمال ولا الجيل اللي هو فيه. وقدام رصيف وقاعد على كرسي حاطه رجلي على رجلي، وبعد كده ايه في مية ما شاء الله بحر، المية بتاعته لونها فضة، والموجة عالية بدورين كده. بعد كده انا من الناحيه الثانيه ناحيه البيوت وناحيه الضفه الثانيه، بس رمله وبيوت عاديه. قعدت اصرخ على ابويا اقول له ما انا خدني عندك كمان، مكانك حلو خدني عندك كمان، انا احب جدا ابويا. رحت راح وسط الموجه طلعوا اثنين لابسين اخضر وراكبين جماله برضه ملفحه بالرقبه وجسمها بالاخضر قماش اخضر. فقال لي ابويا قال لي انا مش عايزك انا مش عايزك انا مش عايزك. قلت له امانه يا ابو نفسي اجي عندك. راح طلعوا دول من وسط الموجه قالوا ليه انت خايف علينا تغرق؟ امال احنا قاعدين بنعملوا ايه؟ تفضل. بس الحلم الثاني فضلت الشيخ ان انا حلمت ابويا معاه زرعه كان زمان وبيت كبير، طبعا راحوا دول من زمان، وبعد كده لقيته زارع، انا كنت معاه دايما في الزرع، لقيت زرع بتاع ده قمح، قمح والقمح ديتي حصدوا وعملوا دوران كده وسط الزرع، دوران شديد كده زي الجبال، فانا ما شايفهوش، بيتنا قريب على الزرعه والجبال قال كده القمح راسه اللي هو الحصيد يعني. وبعد كده رحت قلت ايه يا ربي جبل ده ابويا ولا ايه؟ بصيت من ناحيه فتحها سايبها مفتوحه ما شاء الله على الخضره وعلى الزرع اللي زرعه ان شاء الله. ولقيت حته تحت الارض يعني جنب الزرع بتاعتنا فاضيه بتاعتنا برضه، راس ركب من عربيه بيضاء ناصعه الجمال والبياض جديد جدا. ومانا يعني زي اللي خفت منه اني وانا واحدة قاعدة بعيدة عن بيتنا بشوية زي اللي حصل لي ثانية واحدة بتاع ده الخوف، وراح هو قفل عربيته ومشي. رجعت لابويا في بيتنا اللي هو القديم لي، لقيته قاعد هو وامي يعني لازقين في بعض كده. طيب مرت ولد بيت ماشي تفضل. مرت ولد الجديدة بتخبز اخر واحد اخر عيل من العيال، لقيتها طيب. بتخبز مطروف في العيش، لقيت ابويا كده رحت قلت له الله 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 على الرجال اللي تحصد الزرع وهنا وما تقوليش، الله الله عليا انت بتحصد وما تقوليش، ما معود بتقولي مش عارفه. قال لي ما انت تعبانه ما انت مش عارفه، قال لي كلمتين. طيب تفضل. بسيطه جدا زي بعضه، رؤيه بسيطه كده، حلمت ولدي برد الاخير ده هيخطب على المره هيخطب الرقم ثلاثه، قلت له نمره ثلاثه تخطب يا ولدي انت متجوز حبيبي لسه قريب يا رب السرعة. قال ودى ثلاث غوايس للناس دولي وخاتم. رحت قلت للنبي انا اللي اروح اجيبهم منيهم والله العظيم ثلاثه، ده حرام اني يخطب ده متجوز لسه جديد يا ربي. رحت واخدهم لبساهم في منتهى الجمال الغوايس، ثلاث غوايس والخاتم، مبارك الله فيكم جميعا يا فضيله الشيخ. تفضلي. لما اشوف والدي المتوفي في مكان جميل وفيه خضرة وفيه زرع، ربنا يقول إن المتقين مفازا، أسأل الله أن يكون منهم، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لما أشوف إني في مية ربنا قال فيها عين جارية، ده حسن حاله. ولما بأشوف إن أنا برضو كذلك في الرؤيات اللي هي كانت بتقولها وأمها بتعد عيش وبتعمله، والدها بيحصد الزرع دول أخضر، الزرع الأخضر رزق، ربنا ما قال لنا قال عنه رزق، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، ده رزق أنا هاخده. والأخضر لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الزرع الاخضر لما حط الجريده على القبر وما يعذبان في كبير، قال ما لم يبس يبقى طولت ميه خضراء، دول ربنا هيخفف عنهم. طب الزرع الاخضر ده حسن عملي لان انا اللي بحصده، ورساله بنقول ده حل والدك ان شاء الله كويس عند ربنا وان شاء الله يكون من اهل الجنه والله اعلى واعلم. طيب رساله برضو هقولها، شافت والدها المتوفي بيحصد الزرع الاخضر اللي بتزرعه هتلاقيه،
اللي هتشوفه اللي بتعمله في صحيفتك دي هتلاقيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. لازم نعمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. أنا هعد وهعمل علشان ألاقي الرصيد بتاعي. اقرأ كتابك اللي أنا هقرأه دون. رصيدي كام من الحسنات اللي أنا عاملها؟ رصيدي كام من الطاعة؟ رصيدي كام من صلة الرحم؟ رصيدي كام من الاستغفار؟ رصيدي كام من فعل الخير؟ ده رسالة. المتوفي شاف إنه هو بيحصد الزرع الأخضر، بيحصد عمله الصالح. يبقى احنا رسالة بنقولها: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله أعلى وأعلم. أستاذ حمادة من القاهرة تفضل. أستاذة هدى من القاهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هي أعتقد أنها رؤية، هي كانت سنة 80، ومن السنة دي أنا لسه ما عرفتش يعني تفسير الرؤية. تفضلي. أنا كنت لابسة عباية وطرحة سودة من فوق لتحت، ودخلت مكان مفروش بسجادة حمراء كبيرة جدا، وقالوا لي أن ده المسجد الأقصى، وان النبي بيصلي صلى الله عليه وسلم الانبياء كلهم عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. مش حاجه، انا شايفه السجاده بس، يعني انا مش اتفضلي اتفضلي يعني. ووقفت وراهم وصليت. طيب تابعيني يا فندم. وبعدين في رؤيه اخرى برضو كان في نفس التوقيت سنه 80 دي. هو عموما انا كنت في السنه دي في السعوديه، يعني انا كنت هناك. اتفضلي. ان انا طالعه مع بنتي، هي يعني في عربية بتاعت أطفال، فأنا طلع منحدر عالي جدا. قالوا لي إن ده جبل أحد، وأنا ما كنتش أعرف إن هو لونه أحمر من دماء الشهداء يعني. اتفضلي يا فندم. وبعدين لقيت خيم وأنت طلعتي على جبل أحد ولا ما طلعتيش؟ طلعت لغاية القمة في منحدر. طيب. جميل. مع بنتي كانت بيبي يعني. قالوا لي إن الخيمة دي فيها سيدنا عمر، سيدنا علي، والخيمة دي فيها سيدنا عمر بن الخطاب. وأنا بس لكن ما دخلتش عليهم، أنا بس اتمشيت يعني، مشيت إن أنا شفت الخيم دي. اتفضل. بس هي بنتي عموما توفت. رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. اتفضلي. لما أشوف إن أنا بصلي في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى اللي كان قبلة المسلمين وتحولت القبلة، وده بيناسب معانا مع ليلة النص من شعبان اللي ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن إدراك الخير لهذه المرأة والناس في صلاتهم والله في قضاء حوائجهم، وأعظم شيء إن هي تصلي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال وجعلنا للمتقين إماما. وإذا كانت بتصلي ورا سيدنا النبي فهي قائمة على السنة، وقائمة اللي متبعة القرآن والسنة وقضاء حوائج لها، لأن ربنا ما يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى أن وصل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أما رؤية الجبل وإحنا نتعرض لحاجات كتير نسمعها يقول لك الجبل ده مشكلة، نتكلم عن الجبل ونسيب جبل أحد نتكلم عن الجبال الأول. ربنا قال ولقد أتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه، وقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. وربنا قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، تدل على ثبات هذه المرأة في الدين. وربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم نعود لجبل أحد الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اثبت أحد
فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. فعندما تقفي على جبل أحد الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثبات في الدين ويدل على كثرة تسبيحك، فأكثري من ذلك التسبيح، ويدل على ثباتك في الدين، لأن الله قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أسأل الله أن يثبتك على الطاعة وأن يثبتنا جميعا على الطاعة. والله أعلى وأعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في تمام الساعة 6:00 عصرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.